في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، كما تعودنا دوما مع حضراتكم نتابع ونحلل أهم ما ورد في الصحف. ومع حضراتكم في هذه الحلقة أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الفلسطيني من رام الله الأستاذ هشام عبد الله، كما ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة. وفي جولتنا اليوم نتابع هذه العناوين: صحيفة إسرائيل اليوم تزعم أن تل أبيب تسمع صرخات نصر الله، فورين بوليسي تؤكد تأزم العلاقات العسكرية بين تركيا والولايات المتحدة، هل سينتقل الخلاف الإيراني الأمريكي إلى أمريكا الجنوبية؟ هذا ما تجيب عنه صحيفة وول ستريت جورنال اليوم. البداية من الصحف الإسرائيلية في طبعتنا اليوم من الصفحة الأولى، ومع صحيفة إسرائيل اليوم التي ناقشت الذكرى 13 للحرب الإسرائيلية على لبنان. ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الشمالية قوله: إن إسرائيل تعلم تماما أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يقع تحت ضغط كبير للغاية، وهو الضغط الذي لا يتوقف، زاعما أن إسرائيل تسجل وتستمع لصرخات نصر الله التي لا تتوقف بسبب الضغوط التي يتعرض لها سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو أو الإقليمي. إلى أستاذ أسعد بشارة مباشرة، ضيفي من بيروت. أستاذ أسعد، هذه الصياغة الصحفية، هذا ما قرأناه في الصحافة الإسرائيلية، هو بيان صحفي، نقل صحفي، أم أنه يقع في خانة الحديث الاستعراضي من قبل رئيس المنطقة الشمالية الإسرائيلية؟ لا شك أن طريقة صياغة العنوان تحمل من المبالغة ما تحمله، لأن واقع التوازن العسكري ليس لمصلحة إسرائيل بنسبة كبيرة، فإسرائيل تعرف أن لدى حزب الله القدرة على الرد على الأقل، وإسرائيل تعرف أيضا أن القدرة على بدء معركة لا يمكن أن يحسم القدرة على إنهائها، هذا على الأقل من بالنسبة لموضوع امتلاك حزب الله صواريخ بحجم وقدرة على إشغال إسرائيل بالنار لأسابيع وربما أكثر من أسابيع. فإذا هذا العنوان هو عنوان أعتقد أنه الآن مبالغ فيه، ولكن إذا ما تطرقنا بكل موضوعية إلى الشق المالي والتسليحي لحزب الله، نعم هناك مشكلة اعترف بها أمين عام حزب الله ناتجة عن العقوبات على إيران، والجميع يعرف أن الموازنة التي تخصصها إيران لحزب الله موازنة كبيرة جدا. ليس الحديث عن جهوزية عسكرية، الحديث عن جهوزية لوجستية ومالية. هذه الجهوزية لدى حزب الله تتعرض لتهتز، لأن التمويل يأتي من إيران، وإيران في حالة أزمة بعد العقوبات التي طرأت عليها، هذا التمويل بجزء قليل منه يأتي من عمليات يقوم بها حزب الله، عمليات مالية، وهذا الجزء أيضا تتم ملاحقته. إذن نحن نتحدث عن أزمة لدى حزب الله وليس عن نقص في جهوزية عسكرية. طيب، في نفس الفكرة والصيغة الصحفية أستاذ هشام، عندما يقول قائد المنطقة الشمالية إن إسرائيل تستمع بين قوسين إلى صرخات نصر الله، هنا استخدام هذه العبارة عبارة صرخات يعني مقصودة، هل تعكس بدرجة أو بأخرى الوضع لدى نصر الله؟ نعم، هي مقصودة بلا شك، خاصة وأنها تخرج من شخص برتبة وبمنصب هذا القائد العسكري، وهو قائد عسكري ولكن بنكهة سياسية خالصة، خاصة أنه قائد عسكري إسرائيلي وأرضه تحتل
أراضي الغير، لا زالت أراضي في لبنان قابعة تحت الاحتلال حتى هذه اللحظة، وهو كذلك يتحدث في مناسبة وذكرى انتصار المقاومة. وبالتالي هو بالفعل سواء هو أو الصحيفة، ولكن الأساس هو بالأساس يصدر هذه التصريحات السياسية، وهي تصريحات استفزازية بامتياز، ترمي أولا لأمرين: أولا أن تختبئ إسرائيل الدولة المحتلة وراء مثل هذه التصريحات، وكأنها دولة ديمقراطية مسالمة حضارية مدنية لا تعتدي على حقوق أحد. كان الأجدى بمثل هذا القائد العسكري الذي يتحدث بمثل هذا الخطاب السياسي أن يعترف ويقر أنه في ذكرى المقاومة أنه لا يمكن لاحتلال مهما طال أمده أن يستمر. وهو يدرك كما أشار الزميل أسعد بشارة من بيروت إلى أن طبعا حزب الله تعرض لضغوط في الفترة الأخيرة، سواء ضغوط مالية أو بعد خروجه من المعركة والحرب في سوريا، وهو يريد أن يستفز، لأن إسرائيل لا تفكر، دولة الاحتلال لا تفكر سوى بعقلية الاستفزاز والتغطية على أنها هي دولة الاحتلال في المنطقة، وأن سبب توتر المنطقة ليس حزب الله ولا لبنان ولا الفلسطينيين، وإنما هو الاحتلال الإسرائيلي المتواصل. نتحول في هذه القراءة إلى متابعة الشأن اللبناني من الصحافة الإسرائيلية إلى صحيفة الحياة، وحديث عن الأزمة اللبنانية في الصحيفة، وهذا التحليل لحديث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حيث قالت الصحيفة إن الحريري سيتحدث بصراحة ومن دون قفازات في اجتماعه المنتظر اليوم مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. وكشفت الصحيفة أن الحديث سيدور حول التأزم السياسي الذي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية، موضحة أن الحريري سيلقي باللوم على رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في التسبب بالسجلات السياسية، مع أنه سجل له نفيه كلاما نسب إليه عن السنية السياسية، على رغم ملاحظته أن هذا النفي جاء متأخرا. أستاذ أسعد، أيضا مع الصياغات الصحفية المقصودة، استخدام هذا المصطلح أنه سيتحدث مع رئيس الجمهورية، أعني سيد سعد الحريري، من دون قفازات، هل هذا يعني وجهة نظر الصحيفة، أم أن ما صدر عن السيد سعد الحريري يعكس فعلا هذا المضمون؟ نعم، إذا سمحت لي أردت أن أضيف فكرة نهائية على الموضوع السابق إذا جاز لي. لا تفضل. هنا يعني موضوع القائد العسكري الإسرائيلي نقل هذا الكلام عنه أننا نستمع إلى صرخات نصر الله، وكأن هناك لغة مرمزة إلى تهديد معين، أو أن إسرائيل تراقب نصر الله. أردت أن أقول هذه الفكرة، وهنا أيضا خطورة ما جاء في الصحيفة. أنتقل إلى الملف اللبناني لأقول أنه فعلا سعد الحريري يتعاطى باتا مع ما يسمى بشركائه في هذه التسوية، وكأنهم ليسوا شركاء، كأنهم مضاربين سياسيين في بورصة يريدون تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، خاصة تحديدا باسيل المدعوم من حزب الله والذي مغطى من والد زوجته يعني الرئيس ميشيل عون. بالتالي كل ما شهدته البلاد في الفترة السابقة من حملات سرب عن باسيل قوله أنه يمثل المارونية السياسية التي تريد أن تسترد من السنية السياسية ما أخذته منها في العام 1990، هذا شكل إحراجا كبيرا للرئيس سعد الحريري. الرئيس سعد الحريري دقق بطريقته الخاصة وتأكد رغم نفي باسيل أن هذا الكلام قاله باسيل. الأمر الثاني، طريقة إداء باسيل في مجلس الوزراء وكأنه رئيس للحكومة يشارك رئيس الحكومة صلاحياته، وهذا أمر غير مقبول في الصيغة اللبنانية. الأمر الثالث، الحكم الذي صدر في موضوع سوزان الحاج في الأمس ضمن صراع لإضعاف قوى الأمن الداخلي والتشكيك في تحقيقاتها، وصدر حكم عن المحكمة العسكرية التي هي عمليا لدى حزب الله،
بتبرئة ضابط اتهم بالأدلة بفبركة ملف تعامل بحق أحد الفنانين اسمه زياد عيتاني. نعم. كل هذا الأمر شكل تراكما كبيرا وبدأ أن هذه التسوية التي أتت بالعماد عون رئيسا للجمهورية يهدف من وراء هذا الفريق إلى تغيير اتفاق الطائف بالممارسة من لجهة الصلاحيات لجهة الممارسة. أيضا بدأ أن كلام أمين عام حزب الله الذي نفى عن رئيس حكومة لبنان في قمة مكة أنه قادر أن يتحدث باسم لبنان، هذا الأمر كان القشة التي قسمت ظهر البعير. طيب أستاذ أسعد، يعني أنا معك في نفس الفكرة، يعني أريد أن أذهب بك إلى أن مسألة الصحافة اللبنانية في معظمها هاجمت جبران باسيل، وسؤال هل فعلا يعني حجم الهجوم كان مبررا وكان منطقيا بحجم التصريحات أم إن في نوع من المبالغة بعض الشيء؟ لا، جبران باسيل يبالغ، هو الذي يبالغ. تصور مثلا أنه أطلق بالأمس موقفا يقول أن هناك جينات لبنانية، يعني أن العرق اللبناني قائم على صفاء الجينات، هذه لغة عنصرية بائدة عفى عليها الزمن. فيما بعد يومين أطلق كلاما حول العمالة اللبنانية فقال أن العمالة السعودية والفرنسية والإيرانية والسورية يجب أن تكون بعد العمالة اللبنانية، وكأن للسعودية أو لفرنسا أو لأمريكا عمالة. عمال في لبنان. هذا أدى إلى 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 يعني ردود فعل شاجبة جدا، خطاب طائفي عنصري مركز يثير سخط فئات كبرى في لبنان. يؤدي إلى اختلال التوازن. سعد الحريري لم يستطع أن يتحمل، لذلك صحيفة الحياة ما نقلته اليوم عن أحد الصحفيين مقربين جدا من الرئيس سعد الحريري هو ما سيقوم به سعد الحريري بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس والذي وضع فيه النقاط على الحروف. طيب، في قراءتنا ننتقل إلى مناقشة موضوع آخر، وهذا التساؤل: هل تمر العلاقات التركية الأمريكية بأزمة عميقة؟ سؤال بات مطروحا وبقوة الآن عقب القرار الأمريكي الأخير بتأجيل تدريب الطيارين الأتراك على التحليق بطائرات F-35 العسكرية. وأشارت صحيفة فورين بوليسي إلى أنه من اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت هذا القرار بعد أسبوع من إعلان البنتاغون عن خطط لتخفيف مشاركة تركيا في برامج حلف الناتو، غير أن الصحيفة تساءلت عما إن كانت العلاقات التركية الأمريكية وصلت إلى طريق مسدود في ظل هذه الأزمة وهذا القرار العسكري. إذن الإجابة على هذا التساؤل، هل العلاقات الأمريكية فعلا التركية وصلت إلى طريق مسدود أم أن ما يحدث نوع من المناورة السياسية؟ الإجابة بعد الفاصل مع ضيفي الكريمين أستاذ هشام عبد الله والأستاذ أسعد بشارة. فاصل ونتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وكنا قبل الفاصل طرحنا هذا الموضوع عن العلاقات الأمريكية التركية في فورين بوليسي، وإلى أستاذ هشام عبد الله في رام الله. أستاذ هشام، لفت نظري أن المجلة تشير إلى أن عدد من الساسة الأمريكيين يعارضون هذا التعامل مع تركيا لأنه ببساطة من وجهة نظرهم يعني أن الكثير من الدول ربما ستتخوف من شراء السلاح الأمريكي، لأن أمريكا ربما في حال الخلاف معها قد تستخدم هذا النوع من الضغط على هذه الدول التي تستورد الأسلحة منها. ما رأيك في هذه الفرضية؟ نعم، يعني قد يكون ذلك صحيحا، ولكن يعني موضوع العلاقات الأمريكية التركية هو موضوع يعني لافت للغاية، وهو موضوع يعني ولا أتفق أن الأزمة وصلت إلى طريق مسدود، ولكن هناك تراكم من الأزمات، وهذه الأزمات بدأت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي العدو المشترك في المنطقة ما بين تركيا وإسرائيل، والآن يعني للمفارقات يعني تتجدد الصورة مع تقارب ما بين روسيا وتركيا سواء كان في سوريا أو في مناطق أخرى في المنطقة أو دول أخرى في المنطقة، ما يثير يعني حساسية لدى الطرف
الطرف الأمريكي. هذه العلاقات وإن يعني كانت هناك محاولات على الأقل في إدارة جورج دبليو بوش ومن ثم إدارة أوباما اللتان دعمتا يعني طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولا ننسى أيضا الغزل الذي طالما أغدقه الرئيس السابق أوباما على تركيا وعلى أردوغان في مسألة ما سمي في حينه الربيع العربي الذي تحول إلى ما تحول عليه الآن. يعني عمليا وكذلك طبعا لا ننسى أيضا أنه يعني تغيرت واقع العلاقة الأمريكية التركية مع قدوم أردوغان وبالحزب الجديد الحزب الإسلامي المتمدن غير الإخوان المسلمين، واتفق مع الإخوان المسلمين في أمور كثيرة، ولكن أيضا يعني ذلك سحب من تحت البساط من تحت الأرجل الأمريكا ومن تحت البساط الأمريكي القوة السابقة التي كانت تتمثل في العلمانيين في تركيا. كل هذه الأمور تدفع العلاقات التركية الأمريكية، لا سيما ونحن في منطقة غير مستقرة على الإطلاق، على سبيل المثال والمثال الأكبر العلاقة مع إسرائيل، العلاقة مع دول الخليج، العلاقة مع سوريا، العلاقة مع روسيا، وفي الفترة الأخيرة وأعتقد أن ما يثير حنق وغضب وخوف مشاعر مسؤولين أمريكيين هو الانحياز تركيا نوعا ما لصفقات مع روسيا. نحن نعرف أن هناك يعني صفقات اقتصادية كبيرة ومشاريع كبيرة تم تنفيذها ويتم تنفيذها ما بين تركيا وروسيا في تركيا، طبعا صفقة الصواريخ الS-400 مفهوم. كل مفهوم. هذه الأمور إنما تثير طبعا في ظل وجود خطاب إشكالي من الطرفين، الطرف التركي ممثلا بأردوغان والطرف الأمريكي ممثلا بترامب. طبيعة هذا الخطاب الذي تشير إليه أستاذ هشام يجعلني أنتقل بنفس الفكرة أيضا إلى أستاذ أسعد في بيروت. مع ما طرحته المجلة فورين بوليسي من أنها تزعم بأن ما يجري الآن هو مجرد مناورة سياسية ولكن بطعم عسكري، ما رأيك في هذا الطرح أستاذ أسعد؟ يعني كما قال الأستاذ هشام أنه هذه العلاقة لم تستقر منذ ما بعد العام 90 تاريخ سقوط الاتحاد السوفيتي، والمرحلة الأردوغانية كانت مرحلة متغيرة جدا في التموضع السياسي الخارجية التركية، ولكن بدأ هذا الأمر أكثر وضوحا في التعامل مع الأزمة السورية لتركيا مصالح حيوية في شمال سوريا وهي تحاول تحت كل العناوين أن تحافظ عليها فيما تتضارب هذه المصالح مع رؤية أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية للوضع في سوريا. هذا أحد يعني أوجه التضارب الكبرى، ولكن رغم كل ما نشهده الآن وبعد قضية الأس 400 ووقف تدريب طيارين الأف 35 أعتقد أن أردوغان لا يملك من هامش المناورة في العلاقة مع الأمريكيين الكثير ليلعبه من أوراق، لأن الوضع الداخلي في تركيا لا يسمح بهذا النوع من الاستدراد، فضلا عن أن العلاقة يعني التركية الروسية ليست هي الضمانة بالنسبة لتركيا وموقعها الجيوستراتيجي في المنطقة. بالتالي أنا أشك أن تذهب الأمور إلى حالة صدام أو قطيعة كاملة. يكفي أن نعرف أن القاعدة الأمريكية ما زالت موجودة في تركيا وستبقى طبعًا. موجودة في تركيا، وبالتالي لا مس بالخطوط الاستراتيجية لهذه العلاقة، ويعرف الجانب التركي أن الذهاب بعيدا قد يؤدي إلى أن تدفع تركيا الثمن وليس أي طرف آخر. بالأمس رأينا هزة مالية اقتصادية في تركيا على أثر تلك العلاقة وتوقيف القص الأمريكي والإفراج فيما بعد عن هذا القص الأمريكي وإعادة ترتيب العلاقة. اليوم نحن يعني هذه العلاقة هي على خط القلق نعم، ولكن لا أتوقع أن تصل إلى خرق الخطوط الحمر. من العلاقات الأمريكية يعني هذه مع تركيا إلى العلاقات الأمريكية الإيرانية، وهل سيصل الصراع أو الخلاف الأمريكي مع إيران إلى أمريكا الجنوبية؟ سؤال حاول جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي الإجابة عليه قائلا إن إيران تحاول إيجاد موطئ قدم لها في فنزويلا بسبب توفر كميات كبيرة من احتياطات اليورانيوم هناك. وقال بولتون في منتدى نظمته صحيفة وول ستريت جورنال في واشنطن تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي من اليورانيوم
في العالم أو حتى ثاني أكبر احتياطي بعد كندا حسب التقديرات. هذا يجعلها الهدف الرئيسي لإيران التي تنشط حاليا في فنزويلا، متهما روسيا والصين بالتعاون معها أيضا في هذا الصدد. أستاذ هشام، طرح اسم فنزويلا من جديد في الخلاف الأمريكي الإيراني، طبعا تعلم العلاقات الأمريكية الفنزويلية في أي مرحلة والعلاقات الأمريكية الإيرانية، وبالتالي إدخال هذه الخطوط وتشابك هذه الخطوط برأيك من خلال هذه التصريحات لجون بولتون ماذا يعني؟ واضح تماما، يعني خاصة وأن المتحدث جون بولتون وهو من كبار الصقور والمتشددين في ليس في الإدارة الأمريكية هذه ولكن في عموم مؤسسات السياسة الأمريكية، وأن الأمر يتعلق بكل من إيران وكل من فنزويلا، وهما يعني الدولتان اللتان تقفان يعني على خط تماس مباشر في العلاقة الحساسة ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم استخدامهما في كل مرة أرادت فيها الولايات المتحدة الأمريكية توتير الوضع. واضح تماما أن بولتون يسجل نقاط على كل من فنزويلا عندما يقول أن فنزويلا، ويذكر بامتلاكها لأكبر احتياطي أو ثاني احتياط لليورانيوم في العالم، ومشكلة الاتفاق النووي مع إيران والعلاقة أيضا ما بين إيران وفنزويلا، والكل يعرف هذه العلاقة، فإنما هو يريد أن يسجل نقاط ويدعم الموقف الأمريكي المنحاز لغوادويو وحلفائه من الذين يريدون الاستيلاء على السلطة في فنزويلا، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يجد ما يثير قلق أحد على الإطلاق أو محاولة استجداء آراء الآخرين ضد إيران وتركيا. طيب، ولكن أعتقد أن هذه محاولة يعني غير ناجحة على الإطلاق. أستاذ أسعد، في أقل من دقيقة، هذه الأهداف التي يريد بولتون إحرازها كما يتحدث أستاذ هشام ليست فقط في مرمى إيران، لكن الصحيفة تقول أن روسيا والصين ومعهم إيران يقومون ب يعني محاولات لاستغلال ثروات فنزويلا، إدخال أيضا روسيا والصين على الخط في هذا الأمر، كيف ترى؟ هذا صحيح، هناك صراع في علم في فنزويلا بين الأفرقاء مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية والمادورو يعني وريث شافيز المدعوم من روسيا بشكل خاص، هناك دخول صيني وإيراني، هناك بنية تحتية للعلاقة الإيرانية الفنزويلية وفي كل أمريكا اللاتينية. أنا أعتقد باختصارا هنا أن أمريكا فتحت ملف إيران بكل أذرعتها وعلاقاتها ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم. هذا يأتي ضمن محاولة تطويق إيران. أستاذ أسعد بشارة، الكاتب الصحفي ضيفي من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر موصول لضيفي من رام الله الأستاذ هشام عبد الله. ختام هذه الحلقة من الصفحة الأولى، إلى الملتقى يوم غد إن شاء الله، وحلقة جديدة وإصدار جديد في الصفحة الأولى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.